دعونا الآن نلقي نظرة على معبد ديبود ثم إطلالة بانورامية بإذن الله على مدينة مدريد عاصمة إسبانيا في هذا اليوم السبت 31 من شهر ديسمبر، آخر يوم في السنة الميلادية 2016 الميلاد. هذا هو معبد ديبود الذي وراءنا. هذا المعبد الذي نقل من مصر 1968 للميلاد، وعبارة عن 1350 قطعة. الآن نأخذكم في صورة جمالية لمدينة مدريد، ستضفي شيئا من حلاوة المنظر وجمال الصورة. هذه إذن مدريد، ذاك هو القصر الملكي. درجة الحرارة الآن تقريبا -2.